قام الأستاذ الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجولة ميدانية في منطقة شلاتين، تفقد خلالها أول مشروع توطين لأهالي المنطقة يتم إضاءته بالطاقة الشمسية في مصر ويقع في وادي إمبار. تم تصميم الوحدات السكنية بالمشروع طبقا لنموذج يعتمد على إقامة أسقف قبابية لتخفيض درجة الحرارة المرتفعة في المنطقة والتي تقترب من 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى بدء إنشاء مركز ثقافي وفصول تعليمية يستفيد منها أهالي المنطقة. يسعدني برحب بمعالي وزير الزراعة والوفد المرافق لسيادته، بقول له أهلا بيك في مرسى علم وفي منطقة وادي مبارك. تيجي النهاردة عشان نسلم وحدات التوطين لأهالينا هنا، وأنا بقول دي الباكورة وهنستكمل تاني ان شاء الله لباقي الاسر وعلى نفس المنهاج، وحدات توطين بالطاقه الشمسيه بالخدمات بالكامل وجنب منها مساحه من الارض الزراعيه. احنا هدف لينا، احنا بنقول يعني حصل تاخير شويه ولكن ان الاوان ان كل مواطن مصري فعلا يتحط على منظومه العداله الاجتماعيه. بشكر حضرتك على تشريفك، ان شاء الله ايدينا في ايدين بعض، تعاون مستمر لخدمة أهالينا. كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك علينا جميعا، إن شاء الله نأمل إن إحنا داخلين على العيد وإن شاء الله تعيدوا في بيوتكم الجديدة دي اللي هي يعني بجهد الحكومة وبجهد السيد المحافظ وجهاز المشروعات قدرنا ان احنا نستكملها لحضراتكم. يعني انتم جزء من النسيج العام لمصر، مصر اللي هي فتحت صفحة جديدة. يعني مصر ماشية في اتجاه للتطوير، اتجاه لسماع كل مواطنين مصر والاستماع الى طلباتهم وتلبية هذه الاحتياجات بقدر كبير، على أساس أن احنا زي ما هو عندنا أمل في مستقبل أفضل عايزين نعمل عشان خاطر هذا الأمل يتحقق. ونتمنى أنه مع المشاريع اللي هي موجودة للتوطين اللي هي الباكورة بتاعتها هي ما سنسلمه لحضراتكم اليوم، أن دي هتتكرر زي ما ذكر سيادة المحافظ في أماكن أخرى، وايضا هيبقى فيه انشطه اقتصاديه ويصبح هذا المكان مكان حيوي ويبقى هناك دخل المواطن بيزيد وهناك فرص للتعليم وفرص للرعايه الصحيه وايضا لايجاد فرص عمل في مختلف المجالات سواء كان في شلاتين ولا حلايب ولا ابو رماد، ونامل هذا ان شاء الله. ألف لا بأس عليك وإن شاء الله تقوم بخير وسلامة إن شاء الله، وأولادك يبقوا معاك دايما. بارك الله. تمام، تسلم. بارك الله. شكرا وألف مبروك. حضراتكم الكلام اللي بيقوله السيد محافظ ده مهم عشان الطاقة، لأن دي مناطق معزولة. احنا مش عجبة في ذلك، في كل حتة في العالم في المناطق النائية حتى في امريكا نفسها، كل المناطق اللي فيها مباني وفيها نشاط سكاني بعيد عن المدن بيستخدم فيه الطاقة الشمسية لانه صعب جدا توصيله باي شيء تاني.
هي النقطة انك انت لازم توجد نوع من الحياة يكون مستدام، مش مسألة ان احنا بنحط ندي فدان ونص ونبني بيت. لازم نتأكد ان كل المناطق اللي هم فيها دي يكون فيها تنمية مستدامة، لان دي فلوس الدولة وتتحط من اجلهم، فيجب انها تستمر لمدة طويلة جدا. وبرعاية المحافظة ودوام الاجهزة المعنية، وزارة الزراعة بتحط كل الاجهزة بتاعتها متواجدة في المحافظة. عندنا مركز البحوث الزراعية، مركز بحوث الصحراء، المشروع موجود ومتواجد، وكلهم بينسقوا مع أجهزة المحافظة وبينسقوا مع جهاز المشروعات، وده هو تكامل حقيقي، والحقيقة تكامل محمود، لأن من غيره ما نقدرش نشتغل. احنا بنشتغل بتكاتف كل الهيئات، وأيضا الوزارة الجديدة دي بتركز على أن العمل عمل جماعي، ففي تنسيق بين الوزارات المعنية في كل مكان في مصر. نطمنهم بأن الدولة هتكون معاهم في محافظة البحر الأحمر، في سيناء، في مطروح، في صعيد، في كل مكان. وسيزداد هذا النبض تباعا، لأن الدولة موجودة، وأن هناك نوع من التركيز على الأقاليم المختلفة، والأقاليم دي هتترسم على أساس تكامل صناعي وزراعي وتعدين وكل أوجه الأنشطة الاقتصادية وأيضا سياحة وخلافه. فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نوجد مناطق جذب اقتصادية ومناطق جذب للسكان، على أساس ان احنا نوسع نشر السكان في مصر في كل مكان ان شاء الله. طالما ان النعمة دي موجودة لازم ان احنا نستغلها، بدل ما نجيب ماكينات ديزل وتبدأ عايزة نقل للوقود وعايزة فني علشان يشغلها وتعطل يعني وتكاليف كمان، قلنا لا، كل التجمعات البدوية اللي موجودة عندنا نبدأ نجهز المساكن والخدمات اللي فيها بالطاقة الشمسية. وانتوا شايفين هو يعني ده نموذج عندكم، بالمناسبة بير المية شغال بالطاقة الشمسية برضو. كل مشروعاتنا ان شاء الله هتعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة. هي النقطة خلال الفوتوفولتيك سيلز دي أكتر حاجة، الخلايا الشمسية أكتر حاجة بتتعبها التراب، فعايزة طول الوقت الواحد يعتني بيه. وطبعا في منهم بيتحرك زي نبات عباد الشمس، بيتحرك بموتور مع الشمس، يفضل يلف طول الوقت عشان خاطر ياخد أكتر درجة من السطوع الشمسي ممكنة طول النهار. فطبعا ده خطوة مهمة جدا. وخطوات تانية يمكن تستخدمها وزارة الكهرباء في المحطات الكبيرة إن شاء الله. وعموما احنا كوزارة الزراعة المجزر ده هيبقى له أهمية عشان المنطقة دي. احنا يهمنا ايضا ان احنا نعمل مجزر في حلايب مع حجر صحي في حلايب، وبالتالي كل الحيوانات، عشان الحيوانات اللي فيها امراض ما تمشيش المسافة دي لحد هنا. لكن المجزر ده ممكن يكون قائم على حيوانات موجودة واحنا عارفين حالتها الصحية شكلها ايه، والسيد المحافظ عدل شكل المجزر بالطريقة اللي هو هيكلمكم فيها. لكن احنا بالنسبة لنا عايزين نعمل مجزر تاني في حلايب عشان حماية الثروة الحيوانية في مصر من اي حيوانات واردة عندها امراض. هو خلي بالك ده الباكورة بتاعتنا، ده باكورة يعني بدء التنمية الشاملة في حلايب وشلاتين، بدينها بهذا المجزر. احنا بنستهدف طبعا الرؤوس الحية اللي بتيجي من السودان، سواء الأغنام أو الإبل. يمكن كنا مخططين رقم في الأول، أول ما تعمل السنة اللي فاتت كان الرقم متواضع إلى حد ما، ولكن الحمد لله يعني بزيارة معالي الوزير إحنا فكرنا أن إحنا نضاعف الطاقة. ليه؟ لأن إحنا عايزين نستهدف صناعة أخرى وهي صناعة اللحوم. هنا
الشقيقة السودان وإثيوبيا وإريتريا عندهم فائض كبير جدا من الرؤوس الماشية الحية. يمكن لو قلت رقم واحد أن السودان عندها أكثر من 350 مليون رأس ماشية، ثروة كبيرة جدا. وبعدين مفيش الآليات ومفيش طرق التجارة، وإحنا بنبعت نستورد اللحمة من دول كتيرة في العالم، فقلنا تبقى هي دي المنطقة وهو ده المنفذ. رؤوس تيجي حية تدخل على المجازر، مجزر ده هيضاعف الطاقة بتاعته، وهنعمل مجزر آخر أكبر بكتير جدا هيبقى في منطقة حلايب، بحيث أن يستوعب آلاف من الرؤوس الحية بعد ما بيكشف عليها طبعا في المحاجر البيطرية، تبدأ تدخل على المجازر، تدخل على أنفاق التبريد، تطلع على المنطقة الصناعية، تبدأ يتصنع هذه اللحوم وتدخل عندنا الجمهورية. نعمل اكتفاء، ما يبقاش يعني، أو نقلل الفجوة بتاعت استيراد اللحوم المجمدة واللحوم المبردة من الخارج. وبعدين دي هتبقى لحوم طازجة، ده اتذبحت عندنا في مصر، وأعتقد إن شاء الله بالمنظومة دي ممكن نوصل بكيلو 30-35 جنيه لحوم البلدية للشعب المصري. هيقابلها إن شاء الله برضو بننشئ 2 مينا للصيد، علشان يبقى المنطقة الصناعية عندنا قائمة على حاجتين 2 بس، صناعة أسماك وصناعة لحوم. وبالمناسبة دي مفتوحة للجميع، هتتفتح وتطرح للقطاع الخاص، يبدأ يستورد من السودان، يجيب على المجزر، يذبح ويطلع على المصنع بتاعه في المنطقة الصناعية. يعني عاملين المخطط كامل. خلي بالك ده اللي هيستوعب آلاف من فرص العمل، وده اللي خطة التنمية بتاعتنا. ثم قام الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتسليم عددا من رؤوس الأغنام والماعز ذات الإنتاجية العالية لرفع مستوى المعيشة للبدو في حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى إقامة مجزر آلي ومحجر بيطري يتم من خلاله إعداد الحيوانات المستوردة من السودان والجاهزة للذبيح الفوري في المجزر الآلي قبل طرحها مبردة في الأسواق بمختلف المحافظات. أقول له شكرا بارك الله فيك، وعايزين لسه زيادة وزيادة، وعرفنا عشان بنحب الغنم وبنحب السعي، بس دايرين لهن علف زراعة. وزير الزراعة شكرا بارك الله فيه وكتر خيره. اتفقنا على ان نعمل تهجين ما بين المعيز دي وبين الدمشقي، بحيث انه يرفع لي، لان اساسا حديهم معز دمشقي. بس انا بقول قدام حضرتك عشان انا عارف حياتك هتتابعه اكيد، حديهم معز دمشقي في المحطة بتاعت البحوث ويعملوا ويشوفوا الناتج ده المفروض ينزل مع الناس في الاماكن بتاعتهم. تمام. ونحاول نشوفها ونشوفني شوف كمية اللبن قد ايه. لبن حزين مؤكد، لان في الساحل الشمالي احنا عملنا هذا الكلام من سلوم لحد قبل اسكندرية يمكن ب30 كيلو، كل الوديان دي اتنقلت من 90 من 80 من 70 ل 80 كيلو لبن في السنة هي العشر اشهر اللي بيسموها الميلكي موسم اللبن يعني. اتنقلت من 70 ل 80، اتنقلت بقى دلوقتي 250 وداخله على 300. ايضا تفقد الاستاذ الدكتور عادل البلتاجي عددا من المواقع التنمويه بالمنطقه مثل المركز الارشادي ومعهد بحوث صحه الحيوان الفرعي بالشلاتين وتطوير محطه بحوث الصحراء ومشاهده نبات المنجروف. ده حضرتك موجود في السودان في جنوب السودان، وموجود في مصر في جنوب مصر، يعني لا مش موجود شمالا، اللي هو النوع ده بيسموه القندل. والقندل ده الصعايده بيسموه قندل، اللي جايه منه صبغه الجندله. الجندل ان هو ده لونه حضرتك بيصبغ بيها، بيطلع من اللون الاحمر ده حضرتك الصبغه اللي هو بيسموها الجندله، فطلع من هذا النوع اللي هو القندل، ولذلك سموه حتى بالعربي القندل يعني. وده موجود في جنوب مصر وجنوب السودان. دكتور القصاص الله يرحمه قال لي لو انتوا نجحتوا ان انتوا تزرعوه شمالا، تجيبوه من الجنوب للشمال، من حلايب للشمال، يبقى حاجه كويسه. فجينا احنا جربنا، لقينا طبيعه الارض هنا ساند كلاي، يعني الجزء ده اللي انتوا كله ده اللي زارعينه كله ده منه يعني كل الحوض اللي هناك ده بالظبط كله ده مزروع من النوع ده. فالدكتور القصاص الله يرحمه قال لو احنا نجحنا ننقله شمالا يبقى احنا عملنا حاجه كويسه. فبالتالي كويس اقترح كده. هو اللي علينا اقترح ان احنا ننقله، وبالتالي نجح ومشي. ودلوقتي احنا كان عندنا مشكله ان احنا الشتلات دي البذره دي لازم نسافر جنوبا عشان نجيبها من حلايب وبرمال.
دلوقتي احنا عملنا مصدر بلاد هنا كويس جدا، اللي هو اللي هو بيقول عليها رجل، وبناخد منها دلوقتي وبنعمل عمليه اكسار.